نعود إلى موضوع مأساة الروهينجا. نتحدث طبعا عن تحرك إسلامي دولي بشأن العنف ضد الروهينجا في ميانمار. من جدة معي مها العقيد، مديرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي. مساء الخير سيدة مها، هل ممكن أن نعرف أكثر عن هذه الجهود، إن كان من حيث إنسانيا، من حيث المساعدات التي تحاولون تقديمها على الأقل، أو من حيث بحث الموضوع المفاوضات؟ نعم، بالنسبة للمفاوضات ومحاولة حل قضية الروهينجيا، وهي طبعا لها سنين طويلة، ونحن نتابع هذه القضية مع منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية لإرجاع حقوق الروهينجيا لهم التي أخذتها منهم ميانمار، منها مثلا حق المواطنة أو الجنسية، بالإضافة طبعا إلى هذه الأعمال العنف والإرهاب التي يقومون بها من اضطهاد وتعذيب وتشريد للروهينجيا، مما دفع مئات الآلاف منهم لأن يصبحوا لاجئين في دول الجوار. والآن الموجة الأخيرة من العنف اضطرت عشرات الآلاف منهم إلى الهروب إلى بنغلاديش وإلى دول أخرى في المنطقة. نحاول طبعا أن نضغط على ميانمار بأن توقف هذه الأعمال الإبادة، وأن نساعد دول الجوار التي تستضيف العدد الكبير هذا من اللاجئين والحارين من العذاب في ميانمار. طيب لو نعرف أكثر. صحيح، بالجهود، يعني مثل ما ذكرتي سيدة مها نقاط مهمة جدا، موضوع الضغط، كيف يتم الضغط على ميانمار، وفيما يتعلق أيضا بالإغاثة للمناطق التي يفرون إليها، بنغلاديش وغيرها. نعم، بالنسبة للضغط طبعا عن طريق الدول التي لها نفوذ أو على ميانمار، ونحن خاصة نحاول أن نتواصل مع مجلس الأمن، فهو الذي له الدور الأكبر وهو الذي يستطيع أن يقوم بالضغط الحقيقي على ميانمار. أرسل مع الأمين العام للمنظمة دكتور يوسف العثيمين بخطاب إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وإلى حكومة ميانمار لحثهم على التجاوب مع هذه الضغوط، بالإضافة إلى يعني نشاطات الدول الإسلامية مثل إندونيسيا. زارت اليوم وزيرة خارجية إندونيسيا ميانمار والتقت ببعض المسؤولين هناك لحثهم أيضا على وقف هذه نعم صحيح، وهذه يعني صحيح، يعني حاولنا تسليط الضوء عليها قليلا في تقريرنا عفوا مع زميلة حنان بموضوع المطالبات حتى من أمين عام بالأمم المتحدة غوتيريز وما إلى ذلك، والضغط على سانغ سوتشي رئيسة الحكومة. إغاثيا نفس المشكلة، أنه حكومة ميانمار ترفض تماما دخول أي مساعدات إنسانية لمساعدة الروهينجيا، وخاصة من منظمة التعاون الإسلامي ومن دول إسلامية، ولكننا نستمر في المحاولة لإيصال هذه المساعدات، وأحيانا ننجح عن طريق بعض المنظمات المجتمع المدني وهيئات الإغاثة الدولية الأخرى. فهناك محاولات جادة لإيصال الإغاثة والمساعدات، لكن للأسف حكومة ميانمار لا تتعاون معنا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا مها العقيل، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جدة مديرة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي.